صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الراجح في مسألة ما قتله الجارح المعلم بعد التسمية؟ هل هو الإباحة على الإطلاق لعموم قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، أم يشترط فيه أن ينهر الدم كما في حديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل؟ ذاك في الذبيحة يا أخي، ما هو في الصيد. ذاك في الذبيحة يشترط في الآلة أن تنهر الدم، لا تكون مثقلة. أما الصيد فلا يشترط فيه إنهار الدم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي شروط الجارح المعلم؟ هل هي راجعة إلى العرف أم أن هناك شروط محددة؟ المعلم هو الذي إذا أرسله استرسل، يعني فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أنه إذا أرسله استرسل. الشرط الثاني إذا زجره وقف، إذا زجره عن العدو وقف. الشرط الثالث إذا أمسك لم يأكل. فإذا توفرت هذه الشروط فيه فهو معلم. نعم.